مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هقوم بإغلاق بعض الصفقات الافتراضية استكمالا لما كنت أقوم به من حوالي أسبوعين ثلاثة، لما قفلت بعض الصفقات الافتراضية في سهم ليفت مثلا، وكذلك كان إغلاق بعض الصفقات الافتراضية في سهم زوم. ونستكمل اليوم بإغلاق الصفقة الافتراضية المفتوحة في سهم جراب. ليه؟ لأن السوق منقسم على نفسه، وتقريبا كون مقاومة حول ال 65 مش قادر يتجاوزها للأعلى، في ظل ضعف السوق اللي أنا شايفه بالرغم من الصعود الحاصل في اس ام بي وناسداك، إلا إن ده مخوفني من استمرارية الاحتفاظ بالمراكز الافتراضية المفتوحة الكتير دي. فخلينا نشوف الأسهم الكسبانة بشكل كويس استكمالا للإغلاق اللي عملناه في ليفت وزوم. جراب إلى حد كبير، جراب كنا تقريبا هنا، سعر الافتتاح أو سعر فتح الصفقة الافتراضية كان $3.68، في كمية التنفيذ كانت 270 سهم، يعني التكلفة الإجمالية كانت تقريبا $1000. طيب الإغلاق الفعلي بقى يتم دلوقتي على سعر $5.11. طيب $5.11 في 270 سهم، يعني 1380 تقريبا، هنخصم منها 993، يعني المكسب الافتراضي $386. طيب الإغلاق الفعلي على سعر كام؟ قلنا $5.11. تاريخ الإغلاق 13 ديسمبر 2024. طيب ده أول سهم نغلقه النهاردة. تعالوا نشوف ونمسحه من قائمة المتاجرة الافتراضية. السهم الثاني أندر آرمور، طبعا نفس السبب إن السوق منقسم على نفسه، لكن واضح من السيطرة البيعية بتاعت النهاردة إنه مش ناوي يحترم الدعم الأسبوعي حول $9، لأنه لو كان ارتكز عليها أنا اديته فرصة قبل كده ينطلق منها ويرتكز عليها ويرتد، لكن في المرتين ما قدرش يذهب للمستهدف المطلوب حول $12 تقريبا. ف مع انقسام السوق والسيطرة البيعية الحاصلة فيه، أظن من الحكمة تقليص عدد الصفقات الافتراضية المفتوحة. طيب أندر آرمور أظن كانت الصفقة هنا، هي مفتوحة، سعر الدخول كان $6.75 في كمية الدخول 150 سهم، يعني $1012. طبعا واضح ان انا كنت بشتغل ب1% من الكاش الافتراضي. الاغلاق هيكون على $8.80، يعني كام بقى $8.80 دي؟ $8.80 في قلنا كام سهم؟ $8.80 في 150 سهم تساوي $1320. هنخصم منها ال 1012 التكلفة، يعني المكسب الافتراضي 308. المكسب الافتراضي $308. تاريخ الإغلاق 13 ديسمبر 2024، والإغلاق الفعلي كان عند كام بالظبط؟ $8.80. طيب دي تاني صفقة مغلقة بسبب هشاشة وضع السوق، أكيد هنشرح هشاشة وضع السوق دي بعد إغلاقات الجمعة. السهم الثالث أظن كان هيرشي، أظن كان هيرشي. طيب أظن أنا ممكن أنتظر على سهم هيرشي عشان خبر البيع الحاصل فيه، لعل وعسى يرتد لأعلى قليلا من سعر الدخول الافتراضي. المشكلة اللي عندي ان انا فاتح 3 صفقات افتراضية في قطاع السيارات الكهربائية، بداية من لي اوتو، مرورا باكس بينج، وختاما بلوسيد، وده كتير على قطاع واحد. فتعالوا مع بعض نجني ارباح افتراضية في سهم اكس بينج، خصوصا انه وصل للمقاومة الاسبوعية حول ال 13.55، وللأسف الشديد
لم يتمكن من تجاوزها لأعلى. طيب كم مرة فشل بقى في تجاوز، عفوا، كم مرة فشل في تجاوز هذه المقاومة؟ مرة واثنين وثلاثة. طيب سعر السهم حاليا، تعالوا بس نظبط مسودة المتاجرة أو جرنان المتاجرة ونشوف أين كان سهم اكس بينج. اهو هنا. طيب سعر الدخول الافتراضي كان 9 دولار و61 سنت في كمية التنفيذ 210. واضح ان انا استخدمت 2% من الكاش الافتراضي. طيب السعر الحالي، سعر الاغلاق 12 دولار و37 سنت. 12 دولار و37 سنت في كمية التنفيذ ألا وهي 210، يعني إجمالي العائد 2000 دولار 597. هنقص منها 2018 سعر التكلفة، يعني المكسب الافتراضي تقريبا 579 دولار. 579 دولار. تاريخ الإغلاق 13 ديسمبر 2024. الإغلاق الفعلي قلنا عند كام؟ 12 دولار و37 سنت. أنا مش بقفل إكسبينج علشان وحش، لكن التصحيح المحتمل اللي ممكن يحصل فيه ممكن يطول مع ضعف السوق وانقسامه على نفسه كما سنشرح بعد إغلاقات الجمعة. ده يستدعي مني تقليص عدد الصفقات الافتراضية المفتوحة close position. طيب ونمسحه من قائمة المتاجرات الافتراضية. يبقى احنا كده النهاردة قفلنا جراب، عفوا، والسبب في سبب مشترك اللي هو انقسام السوق على نفسه، وقفلنا اندر ارمور، وقفلنا اكس بينج، واظن ليه عودة مرة اخرى في اكس بينج، اظن ان شاء الله. والاسبوعين الثلاثة اللي فاتوا قفلنا سهم زوم وقفلنا سهم ليفت، بفضل الله كلهم مكاسب افتراضية طيبة ومقبولة جدا، خصوصا انها بنسب كاش افتراضي ضعيفة لكن حققت مكاسب بفضل الله طيبة للغاية. اظن الاسهم اللي فيها خسارة افتراضية ممكن بعد انتهاء تصحيح السوق اعدل في بعض منها، هتبقى فرصة جيدة جدا للتعديل، على رأسهم طبعا سهم لوسيد إن شاء الله. أظن كده كفاية على هذه الصفقات الافتراضية. طبعا في صفقات افتراضية أخرى مفتوحة وكسبانة زي سولفنتم مثلا على سبيل المثال، وزي لي أوتو، لكن في حاجات محتاجة تعديل كتير. هيرشي خبر البيع فيها ممكن يساعد السهم على الانطلاق لأعلى، فخليني أصبر عليه شوية كمان. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.